السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هنا قاسم يواصل معكم الثورة. أما بعد، فالرسالة هذه للسيد رئيس الجمهورية التونسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. بعد لا استمعت للحديث متاعك على قناة قرطاج، نحب نقول لك بدي الحديث متاعك هذايا ما يقنعش ابدا، والشعبويه هذه ما تقنعش الشعب التونسي. سوء تقدير للارهاب، هذه ستين جراف، معناتها سوء تقدير، مش تعمل انت غادي. سوء تقدير للفساد، ما عملت شيء في الفساد، شيء ما قلت حتى يعني محاولة أو حتى بسيطة باش نشوفوا لدوسي متاع الفساد اللي مازال ينخر البلاد، بل كنت كذلك شريك في إعادة الفاسدين على الساحة السياسية. ما يقنعش الخطاب متاعك هذايا. سوء تقدير في تحقيق أهداف الثورة كذلك، سوء تقدير في حق الشهداء، سوء تقدير في القناصة. منش عارف شنو اللي تعمل فيه في قصر قرطاج، ملا بلكش شاد علينا السماء باش تطيح، بلكش شاد انت الثورة. لا يا سي دكتور مصطفى المرزوقي، كلامك هذايا لا يقنع ابدا، ما يقنعش، بل فشل كبير. ولا بد من أنك تعترف بأنك لست الثوري الذي ربما رهنت عليه بعض الشباب، وأنا كنت أولهم. حديث هذايا حديث المسكينة بالضبط كما حديث النهضة، تتمسكن لأنها فاشلة ولأنها حركة عديمة الذوق، تتفسخوا على الشعب التونسي لمدة 3 سنوات. ثورة خربتها 400 شهيد، الدم متاعهم مازال يجري، ولكن تحب اليوم تغول الشعب التونسي على أنه يقبل بالفساد ويقبل بالإرهاب، لا لشيء إلا لسوء تقدير الرجل الأول في البلاد. لا، الحكومة هذه متاعك متورطة كذلك في الفساد، واحنا نعرفوا كيفاش متورطة في الفساد. الشباب الثوري لازم يفهم بل حكومة الباجي قايد، حكومة جمعة فندردي، ما هي إلا قلب الفساد. شكون اللي جابها؟ جابها الفساد، المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل هو بؤرة فساد، تعامل مع لوتيكا مع رؤى رجال الأعمال، ثماش رجال الأعمال في تونس، ثم حرافة باش يعملوا غطاء سياسي معهم قائد اللصوص، وتسرقونا وتنهبونا وتقتلوا فينا، حتى وصلوا انه القوي معناتها رئيس عصابة سوق لحد يحل في جداقه ويقول انا عملت الثورة، انت تهز راسك يا قوي، وقاسم يحطه في الخراع. نعم، مازال المعركة ستطول،
أوكرانيا بدأت ثورة جديدة، ثورة تقضي على الفساد والمفسدين وعلى السراق، وانت منهم يا قروي ويا سبسي ويا كل أسلام النظام السابق. لن تسلم هذه المرة، واعلموا جيدا أننا لن نتنازل أبدا مهما كان الأمر. مكمش باش ترجعوا لا للسلطة ولا حتى لأطرافها، ولكن الشعب التونسي خلاته حركة الفوضى اللي اشتر متاعها وأكثر متكون من الفساد. وكذلك خذوا دكتور قال شنو سوء تقدير، ما ثماش سوء تقدير، تي ديجاج. هذه هي اللغة اللي لازمك تسمعها واللي لازمك تقتنع بالفشل متاعك، لأنك لم تقدم شيئا للثورة التونسية. ما هيش بطولة أنك فقط بانقلاب، لا يا سيدي، الانقلاب كنا نعرفوه من يوم 13 قبل رحيل بن علي، وكان المسلسل هذا إلى يوم الناس هذا. ولذلك أبدا ما عندك حتى بطولة، البطولة متاعك أنك ساكت وأنك ما نجمتش روحك وأنك لست الرجل هذه المرحلة. فهذه المرحلة لا بد علينا من رجال جدد. السلام عليكم.